السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن موضوع مهم جدا في أيام الصيف اللي احنا فيها دي. طبعا يا جماعة الخير، السمان بتاعنا احنا عارفين انه يعني بيبقى واقف ملحق طبعا دلوقتي، يعني حاجة زي ما انتم شايفين كده مفيش، مش حران قد كده، لان يا دوبك انا كنت لسه محميه، هو لسه في منه بلحلح اهو، يعني ايه بادئ يظبط نفسه شوية والجو يبدأ يحتر عليه، لان يا دوبك ايه جسمه بدأ ينشف. طيب احنا النهارده هنتكلم عن موضوع برضو بيشكل خطر على السمان بالنسبه للايام الحاره دي، هو العلف يا جماعه الخير. طبعا زي ما احنا عارفين ان العلف بتاعنا دلوقتي حامي جدا، يعني في نسبه بروتين تعتبر مرتفعه 21% برضو تعتبر جامده يا جماعه. بس هو السمان يعني هو نظامه كده، يعني بيحتاج نسبه بروتين عاليه، لان طبعا زي ما انتم عارفين ان السمان ده هو اللي بيبيض يا جماعه يوميا، فلابد ان احنا نخلي بالنا من ايه، من نسبه البروتين اللي بتخش له علشان نسبه التحويل بتاعته، وتاخد منه بيض كويس، يعني ممكن مخصب للتفقيس، وممكن تاخد برضه بيضه منه كبيره للاكل، تبقى جميله جدا. طيب ايه بقى يا جماعه؟ لازم يا جماعه نخلي بالنا ان نسبه الاكل بتاع السمان ده لازم ان احنا نحاول ان احنا نقللها، او يعني نجوع السمان يا جماعه، نحاول بقدر الامكان نجوع السمان يعني على قد ما نقدر، في خصوصا في فتره الايه الحر دي. يعني احنا بنقدم له نص الوجبه بتاعته اليوميه الصبح. الصبح امتى؟ ساعات يعني مثلا صلي الفجر مثلا وبتخش تلاقي الاهل ما عندوش اكل، بتبدا تحط له اكل. الاكل ده يكفي مثلا لغايه الساعه مثلا 8 او 9 الصبح يا جماعه، يعني نفطره زي ما احنا بنفطر. احنا مش بنحط الاكل قدامنا باستمرار، احنا بنفطر ونقوم ونشوف مصلحتنا، معلش بقى بما اكل ايه اللي هي ساعه الغدا، وبنبدا يا جماعه ناكله او ننزله الاكل بعد انكسار الحر او انكسار الشمس، يعني بعد الساعه 3 يا جماعه نبدا ننزل له الوجبه الثانيه بتاعته اللي هي بتاعت تكمله اليوم، بتكفيه يا جماعه لغايه مثلا للساعه 12 او 1 بالليل. طبعا يا جماعه الخير، الناس اللي هي عايزه تاخد من السمان يعني انتاج كويس، لابد يا جماعه ان احنا نخلي بالنا من موضوع الاضاءه. لازم 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 الاضاءه عندنا للسمان البالغ 18 ساعه، اما بالنسبه للسمان اللي هو الصغير او اللي هو يعني تحت ال 25 يوم، ده الاضاءه مستمره 24 ساعه يا جماعه، علشان يضاعف الانتاج بتاعه. يعني مثلا 25 يوم بتوعه بيبقوا تضربهم في 2 على طول، يبقوا ب 50 يوم اكل، والاكل طبعا قدامهم باستمرار. ما عندناش استعداد ان احنا طبعا حتى لو في الصيف بنحط له الاكل باستمرار قدامه، تمام. وطبعا بقى كل احنا بنعمله ان احنا برضو بنشغل البخاخه، نحاول نحميه مره او مرتين في فتره الحر، مثلا من الساعه 10 مره 10 مثلا الصبح مثلا او 11، وبالعصر بنديله برضو حميه كده على السريع يبل لنفسه عشان خاطر برضو الحراره بتاعته، لان السمان وخصوصا يا جماعه السمان الابيض ما بيطيقش الحر. وكده يا جماعه الخير، يبقى وصلنا معاكم نهايه الفيديو، احبكم في الله.